وخير مثال على ذلك موجود هنا في القاعة الكبيرة التي تحمل طابع القرون الوسطى. خلال عصر إليزابيث ترك العديد من الناس قاعات القرون الوسطى الكبيرة، وكبديل صنعوا مساحات استقبال من طابق واحد. ليس هنا بالتأكيد، هذه القاعة ترتفع 18 متراً ونصف، وفي عصره كانت مكاناً مناسباً لإقامة الموائد قديمة الطراز والرقص. هذه الغرفة مدهشة برأيي، عرفتها منذ كنت شاباً لكنني لم أقترب منها يوماً. التسلق التالي سيمنحني فرصة العمر للحصول على إطلالة فريدة لهذا السقف المثير. ها قد انطلق. إنه رائع. يبدو معقداً. ترى لماذا تكبدوا كل هذا العناء لصنع السقف بهذا الشكل؟ هذه الغرفة من أواخر الغرف التي بنيت. نحن نتحدث عن ثمانينيات القرن السادس عشر. حسناً. بعد 25 عاماً أو أكثر من بدء تشييد المنزل، تم تشييد القاعات الكبرى لتبدو وكأنها قاعات من القرون الوسطى. لذا هذا بناء بالسقف مطرقي العتبات، النمط الذي ظهر في أوائل القرن الرابع عشر. مطرقي العتبات؟ أجل، العارضات الأفقية هي العارضات المطرقية. حسناً. في القرن الرابع عشر ابتكروا تقنية تقسيم العوارض الأفقية إلى درجات، وما حصلوا عليه هو هذا الترتيب الرائع معقد الشكل. لذا هذا كله يضيف إليه ويجعل بيرلي الذي كان يبدو متقدماً بخمسة وعشرين عاماً في البناء ينظر إلى الوراء ويشعر بالحنين الآن، فقد سئم من الأنماط الحديثة وهو ينظر إلى إنجلترا القديمة. صحيح. ويحن إلى العصر المفقود. في عام 1598 بعد ثمان سنوات من اكتمال القاعة الكبرى توفي لورد بيرلي. ترك المنزل لمدة 100 عام دون أن يمس إلى أن جاء سليل بيرلي جون سيسل الإيرل الخامس في إكسيتر، وقرر إعادة تشكيل الجهة الداخلية على مستوى كبير. أنا في الجهة الجنوبية لألقي نظرة على العمل الفني الرائع على الجدران والسقوف. هذا هو المكان الأمثل لرؤية كيف ترك الإيرل الخامس بصمته على منزل بيرلي. الميزة الرئيسية في منازل النبلاء هذه كانت أجنحة الغرف الشبيهة بهذه، مساحات كبيرة تفوق احتياجات العائلة واحتياجات التباهي، ولكن يمكن استخدامها لو قدم ملك للزيارة. أعيدت زخرفة هذه الغرف في نهاية القرن السابع عشر على يد إيرل إكسيتر الخامس، وتتوج هذه الغرفة الجميلة قمة الزخرفة، هيفن روم، غرفة الفردوس التي طلاها الإيطالي أنطونيو فيريو. مستوحياً إلهامه من رحلاته عبر أوروبا، وظف الإيرل الخامس الفنان فيريو لرسم صور معقدة وجميلة من علم الأساطير القديم. جون، يبدو أن الإيرل الخامس شخصية مثيرة للاهتمام، إلى أي مدى وصلت اهتماماته؟ كان رجلاً رائعاً عصرياً بتفكير عصري. كان يعرف بالإيرل المسافر لأنه ذهب إلى أوروبا حيث أحضر معه ما يزيد على 350 لوحة رائعة إلى بيرلي. أي نوع من الرجال كان فيريو؟ كان صعب المراس برأيي، ستكون الكلمة الأنسب، كان شخصية نارية. هناك قصص جميلة عن علاقته بالخادمات هنا، وأفضلها برأيي قصته مع الطاهية التي كان يحبها ورفضت، لهذا رسمها على السقف هنا في شكل آلهة الوفرة. لم تكن الطاهية فقط من انتهى بها المطاف على سقف غرفة الفردوس، رسم فيريو شخصيات حقيقية أخرى. تم رسم أولاد الإيرل على شكل ملائكة، وتم تصوير أسقف ويندزور على شكل باخوس إله النبيذ، حتى إن فيريو رسم نفسه. أنجز فيريو ديكوراً داخلياً مدهشاً، مساحات جميلة. إنها رائعة جداً، إنها ديكورات رائعة جداً، ربما كانت أفضل الغرف المرسومة في إنجلترا.